انجح مع ميتزو. 1200 تونسي وتونسية يخدموا في ميتزو اللي تم اختيارها واحدة من أفضل 5 شركات نجم تخدم فيها في تونس. ميتزو تونس مركز النداء الحاضر معانا منه اليوم سكندر بن عمر، واحد من اللي تيليكونسيي واللي باش نحكيه معاه على ظروف الخدمة في مراكز النداء وتحديدا كيفاش يخدموا في ميتزو. سكندر مرحبا بيك. مرحبا حمزة. اسكندر تيليكونسيي في ميتزو ومنشط إذاعي، هكا ولا لا؟ بالضبط. مغروم بالتنشيط الإذاعي؟ والله الحكاية بدت بازار ومن بعد جاي بريسي على الآخر الحقيقة. إكسلون. واليوم عندكم داير في ميتزو إذاعة داخلية وأنت واحد من العباد اللي جاتهم الفكرة، مش برمي العباد اللي جابوا الفكرة. فوالا تخي بيان. أي سيدي، من الأسئلة الرايجة اسكندر أنه ظروف العمل في مراكز النداء بصفة عامة، خاطر الكل نحطوهم فرد شكارة مع بعضهم، لي سونتر دابيل، سونتر دو كونتاكت، قولك مراكز الخدمة في مراكز النداء خايبة، فما استغلال والشهريات مش ولا بد. أنت شنو تنجم تقول لنا على ظروف العمل في ميتزو؟ باش نبداو اون جينيرال، أنا خدمت في دي سونتر دابيل أخرين قبل، الحكاية هذه بحق موجودة. أنا بدي صارت نفس الحاجة وصاروا المشكلة بتاع خلاصات، فما اللي جاوا مخر فما اللي ما جاوش اليوم. فوالا. شدوا واضحين. باغ كونتخ في ميتزو الحقيقة فماش من الحكاية هذه بالكل. اوكي. لابخوف أنا عندي أكثر من عام واش في نفس السونتر، اللي هي ما تصيرش الحاجة. أنا ديما جي توندونس أني نبدل. بدل فيس. إكزاكتومون. ضري الريكور نتاعي 13 ولا حاجة هكا فرد بلاصة. تو عندي عام وأربع شهور ولا حاجة هكا اللي برسمي بحق لي كونديسيون تاع الخدمة. دونك les conditions كي تقول لي دي كونديسيون اكسيلونت، شنو معناها؟ شنو اللي يخليك تقول انه الخدمه باهيه ولا ظروفها باهيه؟ ديجا بارابور كيما حكينا من الاول الشهريه معناتها اللي الوغ كل مره معناتها فما حتى مره سالوتا معدل الشهريه باهي مقارنه بالشهريات اللي عندنا. سافا حق، ما حاجه تخليك تعيش سافا معناتها. سا ديبون اون بلوس il y a plusieurs possibilités d'acheter mi-temps ou plein temps. Voilà. Et tu as les besoins en des financiers معناتها hashtag backer plus d'acheter en plein temps d'acheter مع sortant à l'entrant. Donc ça dépend انت ou l'objectif اللي تحب تخلط في الفلوس نجم عندك l'opération اللي تساعدك. Mis à part ça معناتها les conditions تاع الخدمه فما معناتها تخدم على راحتك، فما un espace معناتها وين تقعد ترتاح وين تنجم حتى تقرا وين معناتها فيموار كوجينا سال دو جو معناتها فما كريش. هذول زاد عندكم ولا تحضروا في كريش؟ ها اونكور حسب ما اسمع تري بيان. دونك هذا ما يخليك تعتبر وانه الكلام على انه ظروف العمل والاستغلال والشهريات المش ولا بد اكثر منها كليشي اللي هو موجود اكثر منها حقيقه. اون فيت وين تحط روحك انت وين تختار اعرف تختار حتى لليوم راه موجوده الحاجه هذه، اما سا ديبون انت وين تحط روحك معناتها سي تو سامبلومون. وهو كذلك مع شكرك اسكندر بن عمر من ميتزو، وهذه من الاسباب اللي خلات ميتزو يتم اختيارها واحده من افضل 5 شركات تم اختيارها اللي تنجم تخدم فيها في تونس. شكرا سكندر. عايشك. انجح مع ميتزو.